يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم مكرونه محمره. معانا نص كيلو مكرونه، وحاطين الزيت على النار بيسخن اهو. معانا البهارات كمون وكزبره وملح وفلفل وبابريكا. معانا هنا اللي هنحط عليها فلفل الوان وطماطم. معانا هنا معلقتين طماطم مبشوره بالشكل ده، هنحطها على في الاخر. يلا هنوريكم. بسم الله، نحط المكرونه. حطيناها بالشكل ده اهو، هنقلبها بقى لحد ما تحمر. شويه وارجع لكم تاني. بقت معانا بالشكل ده اهو، هنحط عليها البهارات. بسم الله، هنحط لها الطماطم والفلفل الملون. بسم الله، ومعاهم قرن فلفل حار. هنحط لها الطماطم المبشورة. بقت معانا بالشكل ده اهي، هنحط لها الميه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنسيبها بقى تستوي في الميه ونوريها لكم بعد ما تخلص. حبايبي كده بيكون طبق المكرونه خلص معانا بالشكل ده اهو. ويا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم بقى ما تنسوناش في لايك وشير، وتشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله.